ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير فشلتي مرة تانية ما هيك؟ اتأكدي ما رح تزبط معك قد ما حاولتي ونهايتك قربت كتير ورح تكون على ايديهن اذا ما قدرتي تتخلصي من اعدائك هذا الاسبوع معناها كبرتي وصرت ضعيفة ليش هيك؟ مستحيل مو معقول انا ما رح اتركن قدرت اقتل من زمان وهلأ كمان قادرة اني اقتل لساتني قوية انا راج وماهي رح يموتوا لك انا لازم اقتلهم ماما اعطيني حبل بابا بترجاك ارحمني وقفي هون ماما اعطيني حبل هاتي بابا انا بكون بنتك يلا اربطها منيح بسرعه مانك بنتي انا ما عندي بنت مثلك عم تفهمي علي شوهتيلي ودمرتيلي سمعتي ماما لبعت نادي امي شو عم تعمل انا ما رح امحي هلا الغلط يلي غلطتيه بحقي بكره على الاكيد رح اتخلص منك بايدي وارميكي برا هالبيت رح ازوجك لاول واحد واخلص منك بابا بس ليش كل هاد كيف بتقدر تعمل هيك ببنتك يا بابا يعني انت ما في بقلبك اي رحمه انا عم بعمل هيك لاني للاسف ابوكي سمعتي بتهمني اكثر من اي شيء عندي هلا استعداد اقتلك مشان ما تشوهيها ماما يلا اربطها ماما هدية بابا رجاء روح احبسيها بالغرفة خلي عينك عليها لبين ما جهز الزواج لإلها المرة الماضية اجت امها انقذتها هالمرة احبسيها وقفي لي عليها لشوف مين رح يجي وينقذها مني يلا خدية بابا يلا لو سمحت ماما ما رح تنسي هالشي بعمرك امي أنوراج أنوراج أنت منيح ما رح يصير لك شي أنت قوي كتير فهمت؟ ليك هي أنا جنبك نتقاسم الوجع سوا ماشي؟ أنوراج أنت رح تكون منيح أنت شاب شجاع مو؟ أنوراج خليك عم تطلع فيني يلا ماهي اهدى شوي امي بنتي انت منيحه ما عندك فكره قديش كنت خايف عليكي وقت اللي انت ما كنتي موجوده بهالكاميون كان قلبي رح يوقف
وبعد ما رجعتي وشفتك كتير ارتحت. انت منيحة مو؟ ايه ماما انا منيحة، لانك دائما بتتمني لي الخير. قلي لي لكن كيف رح يصير لي شي؟ ابني انوراج، انت قدمت لي معروف بعمري ما رح انساه. درت بالك على ماهي ورجعت لي اياها، خاطرت بحياتك بس حتى تنقذ ماهي من الخطر. خالتي سلامة ماهي مهمة كتير بالنسبة إلي، مثلك تماما. ماما لولا أنوراج أنا كنت وقعت بورطة كبيرة، أنا كنت بخطر. ماهي إمتى ما كنتي واقعة بمشكلة رح كون موجود لأحميكي. أنا بحياتي ما رح أترك ماهي لوحدها، أنا رح وقف جنبها دائما دائما. يا حبيبتي اختي مو مشكلة، بس انتو الاثنين كتير حلوين، أنا كنت عرفانة من الأول انكم رح تكونوا لبعض. أنا ما عم صدق. ماما طلعي بنتك الصغيرة الملاكمة خجلانة من حكي، بحياتي ما تخيلتي يصير ببنتك هيك. اللي رح ساويه هلأ رح آخذ صورة لحتى أحفظ هاللحظة الحلوة، لأنه عن جد هاي اللحظة كتير نادرة. لا ما في داعي لهالشي، أنه راج وماهي رح يضلوا مع بعض، ولهالسبب ماهي رح تكون على طول خجلانة ومبتسمة. ايه بوافقك الرأي، بس الموقف بده صورة رح صوركم. تسمو أمي وقفي معهم. تسمو ماهي أستاذ خليك. أنوراج كيف صرت هلأ؟ أنت منيح؟ منيح أحسن. ايه منيح اللي انتو اتنين بخير. رحت على مركز الشرطة بس ما قدرت شوفهم هنيك، كنت بدي اعرف انه قدروا يقبضوا علي هجموكن ولا لا. انا ما عم بفهم شي، مين ممكن يكون هذا الشخص اللي بيكرهنا اتنيناتنا لهالدرجة هي؟ خلص لا تاكلي هم ماما، نحن خبرنا الشرطة بكل شي صار معنا وهن عم يحققوا بالموضوع. أنوراج وصفت لك هالأدوية، هاتوا الدكتور. ولازم ترتاح وما تتعب حالك، ولازم تراجعنا مشان الجرح. ماشي شكراً كتير لإلك يا دكتور. دكتور شكراً. أنا هلأ صار لي كم يوم مختفي، أمي بتكون قلقانة علي. إيه لازم تخبر عائلتك أنه أنت موجود هون، وبالمناسبة أنت ما لازم تشغل بال أمك عليك أبداً. شو صار؟ ماما ما عم ترد، يمكن هي تكون نايمة. أنا كنت مفكرة قلقانة علي وما أنا قدرانة تنام أبدا. ليك لازم تروح على البيت هلأ، أنت بتقدر تشوف كل الناس بكرة. تأخر الوقت، يمكن ما لازم روح على البيت، كلهم بيكونوا نايمين. طيب ليك أنت اليوم بتنام عنا والصبح بتروح. لا لا مو مشكلة، أنا خلص بروح لعند رفيق. ما تناقشنا إذا بتريد، رح تنام عنا اليوم خلص. ليك أنت لازم تفطر معنا قبل ما تروح كمان. أنت بدك عناية خاصة هاليومين، أنت اللي انتبهت على ماهي هالفترة، دورنا حتى نرد المعروف. خلونا نروح لأنه تأخر الوقت. يلا يلا تعال لحتى نجيب السيارة. ايه ماشي. انتبه. ايه صاحب المناسبة اهلا وسهلا. حبيبتك هاي ما انا رومانسية ابدا، هي ملاكمة. انتبه.
لا مو معقول. ماما ماما وين كنتي؟ تعرفي أنا قديش خفت عليكي؟ أروش بعد عني. إذا لسه بتسأل هيك أسئلة أنا رح أقتلك. طيب كله من معي، كله منا. يا ترى شو في بين ماهي وأمي؟ هاد مو تعصيب، هاي كراهية. هلأ أنا لازم أعرف تفاصيل هاي القصة. تمنيت تضلوا بخير وانت وما يصيبكن اي اذى. بسبب امنياتك نحن موجودين هون. بتمنى تضلوا بخير وسلامه وما تفارق الابتسامه وشكن ولا حتى ثانيه. انا راج، انت دائما رح تنتبه على ماهي. بس دقيقه، مو بس هو اللي حماني ودافع عني، انا كمان كنت عم احمي ماما. خلص بقى ما بدي اسمعك. انا راج، ماهي اليوم بتنام برا وانت رح تنام بغرفتها، وسواتي انت رح تنامي معي بغرفتي. ماشي؟ ماشي. عن جد؟ وليش لحتى اعطيه غرفتي انا؟ ماهي بنتي، اكرام الضيف ببيتك واجب، بعدين طلعي على حالته. ليكي بدل ما انت تساعدي مثل ما ساعدك جاي عم تجادليني؟ ليك ابني، يلا روح ارتاح بغرفة ماهي. رح ابعت لك الاكل بس يجهز مع ماهي، حاليا لازم ترتاح شوي، هالشي ضروري. سواتي يلا روحي وجهزي العشاء، أنا لاحقتك. ماشي. شكرا خالتي. شبكي أمي؟ يلا أمشي، بدي إياك تساعديني بالمطبخ. يلا. ليش؟ بلا حكي يلا. معلوماتكم مو لحاله تقاتل معهم وانا تقاتلت مع هدول الناس، ما بتعرفوني؟ لازم ارتاح كمان شوي، ما في غير عم تدللوا بس لانه تأذى، جرحه بسيط. خدي اشتغلي يلا. هاي مانا منافسة يا حلوتي، انتي عم تدللي من 20 سنة ولحد هاي اللحظة، ليش عم تغاري من هالاهتمام؟ لك هو انقذك. أنه راج ما له ضيف عادي عنا، هو السبب أنه أنت رجعتي على البيت بخير وسلامة كمان. ما بقدر وفي حقه لو شو ما عملت. خير شو في؟ شو القصة؟ بدي شوية تلج حتى حطه على الجرح. ماهي روحي وجيبي له تلج، يلا روحي وساعدي. يلا ماما رح خلص. خلص خلص. انتي شو عم تعملي مهيك؟ امك قالت لك تجي تساعديني مزبوط؟ يعني لازم تساعديني ولازم تكوني زوجة منيحة، ساعديني. شكرا خالتي، شكرا اختي سواتي. انا بورجيك شو رح اعمل فيك. منيح انه جيتي، تعالي
مليت وأنا عم استناكي هون. عن جد؟ وليش؟ لك أنتي مو شايفة تختي؟ عمليه. أنا آسفة. يلا عمليه. أنا ما بفهم وما بفكر أبدا، كيف نسيت؟ إيه تماما أنتي هيك. يلا بسرعة رتبيه. رتبيه منيح، لسه نصه مو مساوى. لك كيف حطيتي المخدة؟ ممتاز حلو. بتعرفي ايدي عم توجعني، هذا الوجع. انا ايدي عم توجعني كتير، عم توجعني. ممكن انك تساعديني؟ انا بدي اكل. اكيد انا رح طعميك بايدي. اقعد هلا. انت زوجي المستقبلي مو هيك؟ طبخت لك هذا العشاء خصوصي لإلك انت، ورح ساعدك لحتى تخلصه كله. انت ما رح تترك شي. طيب اذا اكلت كل الاكل بتعملي مثل ما بقول وبدون اعتراض؟ وعد، بس انت لازم تخلص الاكل كله. ماشي اتفقنا. شبك شوفي صار لك شي؟ شوفي شو اللي صار؟ أنا مو زوجة منيحة يعني؟ وهلأ أنت لازم تتصرف كزوج منيح وتسمع كلامي. ما قلت لي الأكل سخن شي؟ هلأ الفلفل أكيد رح يعالجك. هلأ بتشوف كيف رح تصح وتطيب. رح روح. شو عم تعمل؟ شو صار لك؟ لا تخافي حبيبتي، أنا موجود معك هون. ما تحكي شي، أنت اللي وعدتيني. أنا رح أكل بس بعدين أنت لازم تنفذي الاتفاق. شو رح تعمل؟ أنوراج؟ أنوراج كنت عم أمزح، الفلفل كتير أكيد رح يضايقك هلأ. تركيني. هلأ أنا ما قلت إني رح أكل كل شي. شوفي خلصت، هلأ دورك أنت. يلا أوفي بوعدك إلي. لازم أروح لأنه عندي شغل، وأنت ارتاح. ما بدي أي أعذار، لازم توفي بوعدك. أنا خلصت الأكل كله، لهيك نفذي اتفاقنا. أنتي وعدتيني. ماهي مين بده ياكل هالأكلة؟ خلصت أكلك؟ إيه؟ أنوراج، أنت بإنقاذك لحياة ماهي عملت معنا معروف كتير كبير، وما بقدر رد لك هالمعروف لو شو ما عملت. بس إيه؟ بقدر طعميك هالأكلة اللي عملت لك ياها بإيدي. بالمناسبة صعب إنه الواحد يلاقي شاب ذكي مثلك، والبنات اللي مثل ماهي كتير نادرين كمان.
خالتي، ممكن إني أطلب منك طلب؟ إيه طبعاً فيك تطلب شو ما بدك. بعرف إنه بدك تطلب مني إيد مهي للزواج. احكي مع أمك بالأول وأنا موافقة. أنا بعرف إنك معصبة، بس رجاءً أدري اللي عم أمرق فيه، بدي أحكي معك رجاءً، إذا ما رديتي علي أنا بدي أنزل لتحت. أنت قرري، منحكي على التليفون ولا وش لوش؟ ما رح يكون في غيرنا. ماهي ليش عم تتصرف معي هيك؟ ليش عم تتجاهل نقاش ممكن يساعدنا؟ هي بتعرف قديش أنا بحبها، لهيك عم تتصرف معي بهالشكل. شو مفكرتني؟ إني مو عنيد؟ هلأ بدي روح أحكي معه وخليها تحس بالإحراج، وهالشي رح يخليها تحت الأمر الواقع. إيه؟ يمكن إجت، أكيد بتكون أفكاري وصلت لها، لهالسبب إجت لعندي فوراً. ممتاز أنوراج، فيني أجذب أي شيء بفكر فيه والأمور بتنجح معي بكل سهولة. يا عيني قديشني ذكي. شو اللي أخرك كل هالقد يا ماهي؟ لازم تدفعي تمن كل هالتأخير هاد. يلا تعالي تعالي. خالتي، أنا بالعادة بمشي بنومي. هلأ أنا متوقع إنه بنتي ما هي اختارت الولد السيء بالغلط. لا لا خالتي، مو هيك القصة، ما هي اختارت الشاب المناسب. شو قلت؟ لا 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 لا، أنا قصدي هي اختارت الولد المناسب لإلها، الرجل المناسب. وما هي أنا كتير بحترمها ورح أعمل كل شي بتقول عليه، ورح أحترمها كتير وحبها، وبحياتي ما أتجاهل طلباتها أبداً، ورح نفذ لها كل شي بدها إياه. خالتي، شوفي، هذا اسمه حب جديد، لهيك أنا بضل عم أعمل شغلات ومقالب بماهي، يعني كنت حابب أعمل فيها مقلب وخوفها شوي. عن جد آسفة يا ابني، هاي الغلطة غلطي، خيبت لك أملك. كنت مفكر ما هي اللي رح تفوت على الغرفة مو؟ بس شوف بسبب هالشي أنا قدرت أعرف هلأ قديش أنت ولد مشاكس. بس ليك، ما رح تفترقوا بعد الزواج، وبعد الزواج فيك تبقى تعمل المقالب اللي بدك ياها، بس وقتها انتبه إنك تزعلها. طيب أنا بوعدك بحياتي ما رح أعيد هالغلطة هي، ولا حتى زعل ماهي أبداً. وعد مني لألك، أنا بوعدك بهالشي خالتي، بوعدك. طيب شو هاد؟ بس ما تكون ماهي. لا، إذا ماهي اللي عم تتصل فيك، ليك أنا أكيد بدي عاقبها. تأكد أنا رح عاقبكن أنتو الاثنين مشان تعقلوا ما تعيدوها. ألو؟ لحظة، بس لحظة، هذا حدا من بيتك. من بيتي؟ مين عم يدق من التليفون الأرضي؟ ألو؟ شو؟ ماما ماهيش. ماما وينها؟ هي شو عم تقول؟ وينها ماما؟ هي فوق. طيب ماما استنى على مهلك شوي، ما في اي شيء، اهدى
كله تمام. شو قصدك كله تمام؟ بابا شو صاير مع ماما؟ ليك أمك صار معها هبوط ضغط فجأة وتعبت شوي، بس اطمن ما تخاف، الدكتور شافها بس قال إنه هي لازم ترتاح شوي. حابب تشوفها؟ يلا تعال معي، تعال امشي تعال. لا ابني خلص خليها ترتاح شوي، الدكتور قال إنه لازم أراحة، قال رح أطيب خلال يومين أو ثلاثة. إيه أنت لا تخاف عليها، تعال يلا. طول بالك ماما. مثل مو شايف يا ابني، أنا كمان عم بكبر بالعمر. لا تبكي ابني، إذا ما درنا بالنا على صحتنا بهالعمر أكيد رح نمرض. أنا قلت لها لأمك لازم تنتبه على صحتها شوي، الدكتور إجا فحصها وقال إنها رح تطيب بسرعة إذا ارتاحت بالتخت شوي، تأخر الوقت هلأ. روح يلا ارتاح بغرفتك، روح ابني روح، يلا روح يلا ارتاح شوي. ماما ما عم ترد، يمكن تكون نايمة. أنا كنت مفكرها قلقانة علي وما أنا قدراني تنام. أنا عن جد ما بعرف كيف هيك شكيت بأمي. ماما صحتها ما أنا منيحة أبدا، وسميرتي مو مبينة كمان. بابا إذا ماما مريضة وأنتوا الاثنين هون، سميرتي وينها؟ سميرتي؟ ليك اسمع يا ابني، هلأ أختك راحت على سنيبات لعن بيت عمك في حفلة عرس، هي راحت لحتى تحضرها، كان المفروض ترجع اليوم بس هي ما إجت. لا تقول شي لأمك عن سميرتي أبدا، وإلا رح تخاف عليها كتير، يمكن تكون أمك فاقت وقت اللي بتوصل سميرتي، لهيك ما في داعي نخليها تخاف. هيك نحنا منكون خليناها تقلع على الفاضي صح؟ تعال فوت معي لجوا يلا، أكيد بتكون جوعان، تعال رح أطلك شي تاكله، تعال ابني تعال. أنا جوجراج أهلوات سينغ، نهيت كل شي حطيته ببالي. أنا ما قدرت أعمل شي ماهي. أنوراج أنت لازم تهدى شوي، اسمع أنا رح أقوم وأجي لعندك فورا. لا ماهي رجاء. ليكي ما في داعي تجي، ما في داعي أبدا. اسمعي كل شي انتهى وبعدين تأخر الوقت، وأنت بتعرفي أبي منيح، هو أكيد رح يعصب كتير إذا شافك، لهيك بلاها ماما رح تصير أحسن بكرة الصبح. وبابا ما بعرف شو صاير له، كأنه عم يحاول يمنعني شوف أمي، هو قال لي إنه الدكتور نصحها ترتاح شوي. ما عم بفهم شو اللي عم يصير، أنا ما عم أفهم شي أبدا. وسميرتي هي مو بالبيت، ستي عم تقول إنه راحت تحضر عرس. أنوراج ليك سميرتي برات البيت وأمك صحتها مانا منيحة، أنت هلأ لازم تكون مسؤول عن أختك سميرتي، وإذا شاكك إنه في شي مو منيح لازم تدور لحتى تعرف شو هو، ولازم تعرف وين مكان أختك سميرتي. معك حق ماي، بحكي معك بعدين. ماشي. وين ممكن تكون سميرتي؟ أنت ما بتفهم؟ أنت ما لك فايدة نهائياً. أستاذ ما عرفت شو بدي أعمل، اتصلت المدام وهي طلبت اتصل بأنوراج. استنى شو رح تستفيد إذا ضربته هلأ؟ اتركه يروح. لكن لا روح منه الشي. تليفون سميرتي لساته مسكر، اتصل بقروش بهيك وقت مو مناسبة. غريب شو هالصوت. خلص
خلص يا ابني، يلي صار صار، هلأ فكر لقدام. شوفي لسه في عندي شي لفكر فيه. أول شي بكرة الصبح رح أخذ سميرتي من هون ورح أخذها لعند صاحب البيت وزوجها. يا خلصنا، والمصاري يلي رح أخذهم بيساعدوني بشغلي. بركي بقدر أتخلص بقى من هذا الوضع يلي صاير بالعيلة. بس يلي بدي إياه منك إنك تلهي لأنه راجع شوي. لا تاكل هم شي، خلص اتركوا علي. يا حارس، يا حارس، الصوت جاي من هذا المكان بمثل هيك وقت. يمكن نكون أنا مخربط. مو معقول، بحياتي ما شفت أنوراش خايف ومكسور مثل هيك من قبل. يا ريت لو بقدر كون معه، بتمنى يقدر يلاقي سميرتي بأسرع وقت ويقدر يتخلص من هذا الموضوع. مرحبا، مين في هون؟ الباب مقفول من برا، بس كيف سمعت الصوت من جوا؟ يمكن يكون شي حدا مارق من جنب البيت، على الأغلب هيك. لازم روح وارتاح هلا، ما بعرف ليش بيضل بالي مشغول. الصوت اجى من جوا. مين في هون؟ سميرتي؟ أنا راش. أمي يلا سميرتي. أنا راش. اللي لي لشوف مين اللي عمل فيكي هذا الشيء؟ مين؟ بابا هو عمل هيك. أنوراج هذا ما بيكون أبونا، هذا بيكون عدو لألنا. أختي خلص خلص لا تبكي. يعني هنن كانوا عم يكذبوا علي؟ وحتى ستي كمان؟ مزبوط أنوراج، ستي متآمرة مع بابا بكل شي كمان. في حدا اتصل فيني من البيت وقال إنه أمي بدها ياني إجي لهون بسرعة. هذا اللي كان بدها تقوله، مو معقول أنوراج.
إذا أنت كمان مفكر أني عم جيب العار للعيلة بزواجي من قاروش، أنت فيك تقتلني. لا بقى تحكي هيك، أنت شو عم تقولي؟ أنا ما فيني أتزوج حدا غيره، بتمنى أني موت ولا أتزوج حدا. بكفي، كل شي رح يكون منيح، أنا رح صلح كل شي. تعالي، هاي قصة حياة أو موت، خلينا نشوف كيف أبوكي بده يمنعك. يلا تعالي معي. ماهي، منيح اللي اتصلتي فيني، ما رح تصدقي شو اللي صاير هون. أنا وقت وصلت على البيت حسيت إنه صاير شي غريب مو طبيعي، وبعدين أبي وستي صاروا يفوتوني لعند أمي وقالوا لي. كيف؟ لكن أختك كانت عم تمرق بورطة؟ إيه؟ هذا الزلمة ما عنده مشاعر أبداً، لك حتى بنته ما قصر فيها. ما رح خلي سميرتي تعاني بسببه، أنا بدي روح فوراً لعند أبي وحل هاي المشكلة كلها. إيه؟ لا نوراج، أنت بتعرف كتير منيح إنه ما رح تستفاد من الحكي معه، فلهيك لا تروح لعنده، يمكن سميرتي تتأذى وتنضر أكتر من هيك، ووقتها منكون وقعنا أختك بورطة أكبر. المهم نفكر منيح شو بدنا نعمل. لازم نفكر بسميرتي بالأول، هي بدها تتزوج من الشخص اللي بتحبه. اسمعني، أنا في عندي خطة. كون هنيك على الوقت، شوفك بعد 5 دقايق. ماشي. خوفتيني بجيتك لعندي بهاي الطريقة المفاجئة. شبك ابني، أنا أمك معقول تخاف مني؟ ها؟ خود هالحلو، ليك امشي على مهلك، بتمنى لك النجاح بمهمتك. أنا رايح أمي، وأنتي ديري بالك. إيه، أنا رح أهتم بكل شي. خدوها. ارفعوها، استعجلوا. اسكتي، ما بدي اسمع صوتك نهائيا. عملي مثل ما عم قلك من تم ساكت. انت بتعرفي لأبوكي، عقابك رح يكون شديد. يلا خدوها. خليها تقعد جوا. ما رح تسمعي الكلمة؟ ما قلت لك بتعملي كل اللي بقلك عليه ومن تم سركت؟ قعدوها جوا. اطلعي. سيد جوجراج، نحن في عنا شكوى ضدك، بدي افهم انت بدك تزوجها لبنتك بالإكراه؟ نزلوها من السيارة. هذا الحكي مو مزبوط سيدي، بما اني ابوها للبنت ما بحق لي زوجها للشخص يلي بدي اياه. ايه بس انا شفت بعيني انك كنت رابطها لبنتك، ما تضحك علي، كنت بدك تزوجها غصب عن إرادتها. اللي انت ما بتعرف بالقانون، البنت اللي عمرها 18 سنة بحق لها تتزوج الشخص اللي بتختاره. يا ابني يلا خدوهم كلهم. حاضر. انا بدي اعلمهم درس ما ينسوه. شو هاد يلي عم يصير يا جوجراج؟ اللي شو عم يصير؟ جاوب. ما رح خلي خطتي تفشل بهالسهولة، ما رح يصير شي. امي، ابني جاب لي الشرطة لحتى يعتقلوني. أنت المسؤولة عن اللي صار، بدك تفرقي عائلتي عن بعضها، أنا رح أقتلك بإيدي. وقف.
دير بالك تتجرأ وتقرب على ماهي، وإلا رح أنسى أنه أنت بتكون أبي. كثير حلو أنوراج، لكن أنت بدك تضرب أبوك بس كرمال هاي البنت؟ اتأكد ما رح أرحمك اليوم. مفكر فيك تعمل شو ما بدك؟ استنى حضرة المحقق، بترجاك سامحه لابني، ارتكب غلطة كبيرة، كان بده بنته تتزوج من عائلة منيحة وتناسب عائلتنا، بس من هلأ ورايح ما رح يتدخل. رح نتركه ونوجه له انذار، بس إذا حاول يعمل أي شيء رح اعتقله مباشرة. بوعدك ما يكرر هالغلطة. كل اللي عملته بحياتي كان كرمالك، بس بدي اياك تتذكر منيح، كرمال هالبنت هي ابني. انت بكل مره كنت تخزلني فيها، واليوم كرمالها، اليوم حاولت ترفع ايدك علي وتهيني قدام كل العالم، لك انا بضل ابوك. جبت الشرطه على بيتي لهون حتى تعتقلني، والمحقق تجرأ ورفع ايده علي وانت تركته وما حاولت انك توقف بوشه. سمعت العيلة صارت ما بتهمك، ولا أنا حتى بعني لك بشيلك. ليش؟ عانيت كتير بحياتي حتى قدرت وصلك لهالمكانة العالية. الشي اللي عملته أنا اليوم كان من شان سعادة أختي، وما هي ما وقفت معي، وقفت مع الحق. ما بيهمني رأيك فيني أبداً ولا رأي أي حدا تاني حتى. كنت عم تحاول تخوفها؟ أنت ربطتها وكنت أخذها بالقوة كمان، وجاي عم تعطي محاضرة؟ يا أنسي فيك تشتكي عليه بدعوى عنف أسري، ونحن رح ندعمك أيمتى ما بدك. شكراً لك سيدي، بس أنا ما بدي أقدم شكوى ضد أبي. لحظة واحدة، نحن ما رح نقدم شكوى إذا وافق على شروطي، لأنه هو عذبها كتير وعملها مشاكل، لك وفوق هيك حبسها بالبيت كمان. أنا بدي إياه يترك هذا البيت فوراً. طالعوا برات البيت لبين ما أختي يخلص عرسها. يلا ما تعمل لي فيها تمثيلية، نحن تأخرنا كتير، ضب أغراضك وترك البيت. ابني ما تعمل مشاكل هلأ، فكر وتصرف بعقلك، رح نتحاسب معهم بعدين. امشي. أنا راج أخي حبيبي، ما بعرف كيف بدي أشكرك. ما في داعي، ما بدي إياكي تشكريني، أنا بكون أخوكي ومن واجبي إنه ما أتركك لحالك. ماهي أنتي خاطرتي بحياتك كرمال تساعديني، صدقيني أنا ما بعرف كيف بدي أشكرك بنوب. ما في داعي أبداً إنك تتشكريني، لأنه أنا بعتبرك مثل أختي، وكمان أنتي تشبهي أختي سواتي، ولو أختي سواتي كانت بنفس الموقف أكيد أنوراج كان رح يساعده ويوقف معه، صح أنوراج؟ مزبوط. شكراً كتير، شكراً كتير لألكم. أنوراج أنا هلأ رايحة أتصل بأروش.